ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا عالم صباح وبالتحديد فيسبوك. هل تعتمدوا الطرق التقليدية بالعلاج أو للعلاج من عدة أمراض؟ خبرونا وفيكم تخبرونا بعض النصايح اللي بتعتمدوها كل واحد حسب منطقته شو مخبرينه أجداده وستاته. كل يوم سبت مثل هالوقت ما بدها هالقد مع حسن ومواضيع بتهمكم كتير. طبعا مثل ما بتعرفوا أنتوا الأساس بكل وطن وبكل بلد وبكل عائلة إن أولادنا وخاصة التينيجرز يلي فينا نعبي فيهم شو ما بدنا ومنهم فينا نطلع على مجتمع أفضل, منهم فينا نطلع من المجتمع على وطن أفضل, على تحضير لعالم تستوعب وتنفتح على كل العالم بشكل أفضل. موضوعنا اليوم كيفية التعاطي مع أولادنا بالقيادة عندهم, كيف نعلمهم, كيف نوصل لهم المسج مثل ما لازم. حسن وما بدها هلأت. صباح الخير. صباح النور جوزيف. كيفك حسن؟ الحمد لله يا هلا. تعرف كتير مهم يعني أو بكل المواضيع المطرحة أنه يكون في إيجابية, يعني الإنسان يبلش بالإيجابية ويرجع يفكر كيف بده يمشي على النقاط الأساسية ليحسن وليصلح. هيدي فيها تكون ريزوليوشن لل 2019 اللي بدك تحكيه أنت اليوم. صحيح. نبلش نتعاطى فيها مع أولادنا ومع كل المحيط يلي بيتعاطوا مع شباب من هالعمر هيدا يقدروا يسمعونا كتير منيح. تفضل. مزبوط. اليوم نحن أنا صار 22 سنة بشتغل بتدريب الناس وعم بصير في تغييرات وعم بصير في أشياء كتير مهمة بالبلد, ولكن عم بتطلع أنا إذا بدنا نغير البلد مزبوط نعمل ترانسفورميشن للبنان بدك تشتغل على الصغار. يعني اليوم إذا بدك تغير بلد بدك تكون تضبط الليدرز تبعوله. الليدرز اللي عنا هلا صعب تضبطهم. اللي فيك تعمل إنه تحضر جيل جديد من القادة اللي هن عندهم حس المواطنة وحس الامباورمنت إنه ياخدوا أكشنز لتحسين البلد بلبنان. نعم. سو طلعنا ببروجرام اسمه تمكن. هو تريننج بروجرام للتين ايجرز من عمر 13 سنه لعمر 18 سنه ل 19 حتى فينا نوصل. بيعلم هن دورات تدريبيه مع امور تطبيقيه بنفس الوقت. وكل دوره تدريبيه بخلصها التين ايجر اللي هو اليونج ليدر اذا بدي اسميه انا, بخلصها بيعمل شيء بيطبق فيه الاشياء اللي عم يتعلمها. هلا عشو بيتمحوروا كل موديول, هنا اربع موديولز. من فتره انعمل برلمان من الشباب يعني اجوا استضفناهم هون وكانت وقع النتائج ممتازه عليهم. بتشوف شخصيتهم صارت مختلفه, شوف حديثهم كيف بيحكوا صار بيحكوا بطريقه ليدرشيب يعني يعني وموزونين بكل شيء عم بيحكوا. هي كثير مهمه يعني عن جد نطبقها لاولادنا لانه مش بس بمجال انه يصير الوطن افضل, هن بقصص خاصة فيهم رح يتحسنوا بشغلهم. صحيح. واللي رح يتقدموا فيه. نعم. صحيح. اليوم أي شغلة بدك تغيرها جوزيف بدك تغير المنتاليتي تبع الشباب, طريقة التفكير. اليوم حس المسؤولية عند المواطن بده يكون موجود. اليوم أي واحد هلأ بتلاقيه عم بكب ورق بالأرض عم بخرب البلد وهو بالنسبة له ما عم بخرب شيء إنه هذا مش لألي. اليوم بدك تفوت للولد لليوث إذا بدي أحكي انه هيدا البلد بلدك, مثل كيف تهتم انت بخزينتك بقوتك ببيتك بدك تهتم ببلدك نفس الوقت. هيدي مسؤوليه كثير كبيره علينا لانه اذا في امل بلبنان ان شاء الله الامل برب العالمين والامل انك تربي هول الاشخاص على طريقه هول الفيوتشر هن المستقبل حقيقه على اذا بدي اقول ليدرشيب وامباورمنت وحس المسؤوليه عند الشاب. نعم. هلا عنا اربع موديولز يعني حس المسؤوليه نحن الوطنيه عم تحكي وحس المسؤوليه اليوميه بحياتهم الوطنيه واليوميه. اليوم اذا بدك تغير شيء باي شيء بدك تغيره بدك تبلش بحالك. اليوم لنقدر نطور هول الشباب لنشتغل على مهاره التواصل. نعم. معهم كيف يستمعوا, كيف يحترم الاخر, كيف يحترم, كيف يكون عنده اثكس, يحترم الوقت, يحترم دين الاخر واختلاف الاخر وكل هول الاشياء. هاو سيشنز من الورك شوب اللي عم تحكي عنهم انت حسن فينا نعرف نقاطهم الرئيسيه شو هن شو راح ياخذوا؟ الاول هن اربع موديولز. نعم. كل موديول بياخذ تقريبا 8 ساعات. نعم. 8 8 اورز. اول موديول هو الروبي موديل, عندنا الاثكس والاونر والكوميونيكيشن والباور. الاثكس اللي هي الاخلاقيات, الكوميونيكيشن والاونر الشرف, يعني الواحد يلتزم بكلامه, يعرف يحكي قدام الناس, يكون قد كلمته, يوعد ويوفي مش يوعد وما يوفي. وحتى البولينج والسايبر بولينج اليوم كتير مهم. التنمر, الناس كيف صاروا بيتمسخروا على بعض. اليوم عنا ثقافة انه كل واحد بيشوف غلطة بالآخر بيتمسخر عليه. هذا شيء عم بيؤدي لأمراض نفسية. صحيح. وعم بيؤدي كمان لانتحار عند بعض الشباب من وراء السايبر بولينج. يعني في حدا بتحط له صورته على الفيسبوك وكل أصحابه بيتمسخروا عليه, هذا شيء بيعمل له
ازمه حقيقة. هذا فيسبوك في بالمدرسه بالصف بالملعب اي شيء يعني. صح. وكمان بدنا نساعد الشاب ليكون عنده استقلالية مادية، يعني لما ياخذ خرجيته أو لما يطلع مصرياته يعرف كيف يهتم بمصرياته وكيف يصرفهم وكيف يصمد وكيف يعمل انفستمنت. يعني هذا جزء من تربية الشباب. الموديول الثاني هو الامرالد موديول، استراتيجي تيم سيرفنت هود ريسبونسابيلتي. اليوم انت مسؤول، انت كفرد من هالمجتمع انت انسان مسؤول، منك انسان عايش على الهامش. انت مسؤول عن التغيير، انت مسؤول عن تحسين الانفايرمنت تبعك، بدك تكون عندك سيرفنت هود. هون من من ساعد الشاب انه يفوت بان جي اوز، بصليب احمر، بدفاع مدني. هلا صاروا الجماعات المحترمه بتطلبها هيدي مع السي في، بتطلبها مع وقت يقدموا اي شيء، لازم يكون في تيم بامور مثل ما عم تحكي. اذا بدك المضبوط جوزيف، انا بحكم وجودي بالجامعات بلبنان بعد الكوريكولم تبعنا بالجامعات بده تطوير. يعني اليوم بعدنا بيهايند، بعدنا بموضوع الحشي. نعم. حشي للولد معلومات وما تخليه يفكر. لا، اليوم انا بدي اغير هالاسلوب هيدا من التعليم. نعم. اليوم الشاب بده هو يطلع بافكار، بده يكون كرييتيف، بدك تسمع له لافكاره، مش ضلنا عم بقول تعلم حفاظ وطبق اللي عم تعلم. اذا كان في دمار للشباب بالتربيه بالبيت او بالمدرسه، مثل عم تقول في بولينج، في مشاكل، تحس المعامله مع الاب والام مش طبيعيه، كل الامور ممكن تخليه داون يعني. صحيح. اذا عمل هالورك شوب ممكن يغير بحاله، ممكن يعني بيروح هالتربيه بثمان ساعات رح يعملها عن موضوع. لا هيدا موديول واحد، هذا 8 ساعات هو موديول واحد. هن اربع موديولز وعلى سنه تقريبا، اتس ان اون جوينج بروجرام. وفي اشياء تطبيقيه، في بوت كامبس، في اشياء كثير حتنعمل مع هذا الموضوع لحتى يطبق الولد. بس معنا كمان بالتيم، يعني نحن معنا ناس كوتشز، يوث كوتشز صاروا 20 سنه بيشتغلوا. عندنا سايكولوجيست، عندنا كارير جايدنس بيبل، عندنا فاينانشال بيبل يعلمون كيف يعملوا فاينانشال ثيرابي تبعهم، كيف يستعملوا مصرياتهم. يعني اليوم اتس ا تيم اوف بيبل بيشتغلوا على كل سايد. يعني اللي بيتعرض للبولينج بده بسيكولوج. ما فيك يعني انا از كوتش او از ترينر ما في اتعامل معه، في عنده حدا خصوصي يتعامل معه لحتى يرجع له ثقته بنفسه لحتى يقدر يعمل تغيير المجتمع. نعم. الموديل الثالث هو الكوميتمنت، الاوبتيميزم والكونفليكت والتشينج. اذا بدي احكي اوبتيميزم انا اليوم، هي اتس سكيل، بدك تعلم الناس تفاؤل. اليوم وين ما بتمشي بالبلد اي سؤال بتساله، كيف الوضع؟ مثل هالبلد يا اخي، شو مثل هالبلد؟ كيف وضعك انت؟ كيف حالتك انت؟ كل دائما جوابهم بيكون سلبي، نيجاتيف. يعني هيدي ثقافه السلبيه والبسيميزم لازم تتغير، وهيدي اتس سكيل. اليوم اذا تعلمت تكون ايجابي وتفائلوا بالخير تجدوه. مش معقول الاماونت تبع الشؤم بالبلد قديش عم بيكون موجود. يعني اذا انفقد الامل انفقد كل شيء بالحياه. صحيح. واليوم الكونفليكت كيف يتعالج؟ كمان بنساعد الشاب كيف عامل، يعني بنحطه بسيتويشن وين في كونفليكت، في مشاكل بينه وبين حدا تاني، وبنتساعد نحن وياه كيف يلاقي حل لهالمشاكل. طبعا انا بعرف كثير منيح انه اولادنا نحن بنبلش من هن وصغار ياخذوا منا هالامور حسب نحن كيف نتصرف بالبيت كمان. صحيح. يعني اذا انا ايجابي، اذا انا بعرف كون ليدرشيب كويس بالبيت، هول كلهم بنشبعهم اياهم وبياخذون منا. بس في اولاد واطفال بيكونوا هن ايجابيين بالجينات. صحيح. وبيكونوا بيعرف يكونوا ليدرشيب بالجينات، وبيكونوا كلمتهم كلمه الكوميتمنت واللي حكيت عنه اول شيء كمان باول موديل الاتكس، والبعد الاتكس كمان قلت كلمه بيكون الكوميونيكيشن والانر والشرف. والانر والشرف وهودي موجودين بتكون فيهم. صحيح. يعني بتحس انه ولد هيك بالبيت ولد تاني لا، يعني هيدا مزبوط. تشتغل على الولد التاني لحتى يصير عنده هالاشياء. في ناس عندهم اياها بس اشتغلوا عليها اهليتهم منيح، في اولاد ما تقبلوا، في اولاد تقبلوا. بس انا اليوم بدي اشتغل على هالولاد، على اليوث اذا بدي احكي، على هالشباب هيدول لحتى هن يعملوا تشينج بالمجتمع. لان اليوم كمان كل الوقت عم نربي الولد ما تغير، اذا بده يغير كرسي بالبيت ما تغير، ما تعمل، ما تترك، عم نقول له ما تغير، لما تشوف الستاتوس كو ما تغيره. اليوم لا، الولد بدي اعطيه حريه انه يغير باوضته، يغير بالصالون شوي، معلش اعطوه الحريه انه يعمل تغييرات ايجابيه بالمجتمع تبعه، ولو التغيير بالنسبه لك منه محرز، اتركه ياخذ قرار انه يغير. لانه عم بشجع الاولاد انه ما تتعودوا على شيء شايفينه انتم غلط وتسكتوا. لا، هيدا اليوم بدي اتعلم كيف اعمل تشينج. بدي اتعلم كمان باخر موديول اللي هو السفاير موديول، الفيجن، يكون عنده فيجن. الانسان لازم يكون عنده فيجن، عم بيطلع على 5 سنين لقدام، 10 سنين لقدام. وهون بالكارير جايدنس، اليوم بالكارير جايدنس انا بتخرج من المدرسه، شو بدك تعمل؟ مهندس حكيم او محامي؟ يا اخي مين قال لك انه هيدا الشغل المستقبل مهندس حكيم او محامي؟ نعم. اليوم بدي ساعد الشاب ليلاقي حاله بالمجتمع، شو بده يعمل، شو بده يقدم، شو بيقدر هو. لانه اذا شخص عم يشتغل شغله اهليته بحبوها وهو ما بحبها مش حينجح طبعا.
اليوم انا بدي ساعده في عالم كتير غيرت ميجرز بعد ما مرق سنه وسنتين على انه بيدرسوها او حتى من بعد ما يخلصوا بعد 20 و30 سنه لغيره بالميجر سبعولهم بيكون اكشلي بيكون اوقات مش الاهل عمره. انتبه اوقات كمان ظروف موجودين فيها شباب بينقوا هيك عشوائيا لانه ما كان في اورينتيشن كويسه ما كان في توعي كويس يعني هيدي كمان بتعطي الاورينتيشن هالوركشوب اذا عملوا يعرفوا يختاروا عم بساعده يختار الميجر اللي هو بوصله لمستقبل فيه سعاده نعم يعني انا ايفنتشلي بدي هول الناس يكونوا سعيدين بحياتهم اللي عم بيشتغل عم بيعمل ميجر منه حبه وعم بيروح بيشتغل بشغله ما بحبها عم بيكون تعيس برودكتيفيتي تبعيته عم بتكون تعيسه الانفايرمنت اللي حواليه عم بيكون كلياته سلبي سو هيدا هول الورك شوبس سيريز اوف ورك شوب حتغير اليوث لتعملوا الناس ايجابيين اكثر منتجين اكثر عندهم سوشيال ريسبونسابيلتي عندهم حس المواطنه امباورد تو ميك ديسيجنز يعني بعتقد هذا ريفولوشنري يعني هيدا رح يعود بالنفع النفع لالهم للحولهم للمجتمع وللوطن بالمستقبل لانهم رح يصيروا ليدرشيب واهليتهم اهليتهم حيحسوا بالفرق اليوم بدل ما اركض ورا ابني او بنتي لحتى تدرس اليوم انا عم فرجيه اهميه الدراسه والمطالعه والثقافه لحتى يعمل طب سؤال استقلاليه المراهق اذا كان ما مجهز تنفعه او بتضره يعني يسكن وحده بالجامعه وقت يروح بدورم او حتى بشقه اذا كان بيته بعيد عن الجامعه هو هذا الاستقلاليه اتس ترانزيشن يعني كمان بده الاهل بدهم يحضروا هذا الشخص على الاستقلاليه رايح يقعد بدورمز بدهم يحضروه شو بده يكون شو حيشوف بالدورمز في كبوه كبه وفي يحضروه بدي اعمل انا بريبريشن لهذا الشيء لحتى افضل ليكونوا ليدرشيب هذا السؤال ديبيتبل يعني في ناس فيهم يكونوا افضل بمحل مستقلين وفي ناس فيهم يكونوا أسوأ بكثير محل مستقلين انا بقول فيها ايجابيات وفيها سلبيات طبعا بكل الحالات يعني فيها ايجابيات بالاستقلاليه وتحمل المسؤوليه بصيروا ياخذوا هن القرارات منهم لحالهم شو بده يعملوا وبنفس الوقت ممكن يكون في اذا مش مجهزين بشكل كويس بالتربيه انه بدهم يفوتوا بمتاهات يمكن ومشاكل هن ما كانوا يفوتوا فيها هنيك في رقابه صحيح. يعني. انا هذا البروجرام ان شاء الله حنبلشه بجانوري اول سنه الجاي بلبنان بلبنان وان شاء الله هذا يكون ريزولوشن تبع الاهل انه الريزولوشن تبعي انه حط ابني بهيك دوره لحتى تو ميك بيج تشينجز حسن لنوضح للعالم هل بياخذ من وقت دراستهم لا هذا اكسترا كريكولر يا حيكون بعد الظهر يا اما حيكون سبوتي يعني ساتردايز حسب وقت التلاميذ حسب وقت اليوث لحتى ما نقدر ما ناخذ من وقت الدراسه تبعهم كيف يتواصلوا معك اذا بدهم يسجلوا نحن على رقم التليفون وعلى الفيسبوك بيج تبع ام سي اي بيبل سولوشنز وعلى كمان على الايميل اللي موجود عندنا على الشاشه لا فكره عظيمه برافو حسن لانه نحن بحاجه نبلش من هون يعني من عند الشباب بنشوفك السبت الجاي على راديو موضوع جديد بون ويكند لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين عالم الصباح بريك وبنرجع للمتابعه